اهلا بيكم وفلوج عربيات جديد مع العربية الفيات تيبو. حاسب يا ابني. What we do here is go back, 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 back. هي فيات اصروا ان هم يدوني العربيه الفيات تيبو عشان اجربها، وهي عوده فيات للعربيات اللي هي السيدان، لان هم فيات المفروض طول عمرهم متميزين في الحته دي نوعا ما، او يعني بيقدموا عربيات قيمه مقابل سعر هايله في الحته دي، بس كان بالهم فتره منقطعين. احنا اخر مره شفنا اسم تيبو ده وتيبو ما كانتش اصلا عربيه سيدان زمان، كان سنه 95. المهم يعني لما فيات قرروا ان هم يرجعوا للسوق وينافسوا في الحته دي بالفيات تيبو، انا كنت متحمس عليها، لان انا بحب براند فيات. احنا كعيله او عيلتي اتربيت في عيله كانت بتجيب عربيات فيات كتير، يعني احنا كان عندنا كذا عربيه فيات قبل كده، فالفيات بالنسبه لي شيء مهم جدا. الفيات تيبو الجديده دي عربيه مصممه في استوديوهات فيات في تورينو، يعني عربيه تصميم ايطالي تام كامل، ولكن هي متصنعه ومتجمعه في تركيا، وده حاجه المفروض ان هي ما تعبهاش، يعني زي ما هي بتتجمع في تركيا بتتصدر لايطاليا، فاكيد يعني مش هيجمعوا عربيه في تركيا بكواليتي وحشه وبعدين يصدروها لايطاليا في ايطاليا، يعني فاهمين. اول حاجه تاخد بالك منها في التيبو اول ما تشوفها من بره هي ان هي عربيه ضخمه جدا وكبيره، ومن جوه تخش تلاقيها واسعه جدا العربيه، يعني عربيه مساحات جوه لا ممكن تقعد وترحرح عادي مفيش اي مشكله. خليني اقول لكم فيات نفسهم شخصيا بيقولوا ايه على العربيه دي وبيقدموها للمستهلك تحت انهي رساله، علشان انا بحب اقرا الكلام ده من كلامهم نفسه، يعني اشوف هم بيفكروا ازاي. لا تحتاج لان تنفق الكثير كي تحصل على الكثير، نقدم لك ثروه من التجهيزات القياسيه اللي هي الستاندر يعني زي ما بنقول، مع المساحه والراحه التي تحتاجها. انها فلسفه فيات تيبو. الله الله يا حاج، يعني مركزين قوي في العربيه دي ان هي قيمه مقابل سعر، بيديك اوبشنز كتيره وبيديك كماليات كتير وحاجات قياسيه زي ما بيقولوا كتير، ولكن مش محتاج تدفع فلوس كتير زي ما بتدفع في المنافسين التانيين. الراجل اللي هيركب معايا دلوقتي ده بيع جاجور ولاند روفر بقاله بتاع 20 سنه، فهتفرق معانا برضو ان احنا نعرف رايه ايه كلكجري وكتقفيل وبتاع. خش 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 خش، تعالى ما تتكسفش. بقالك كام سنة بتبيع جاجور ولاند روفر؟ كام سنة؟ 10 سنين. ايه ده وش كده؟ كتير بقى. لي مؤخرا ان عربيات فيت بدأت تعمل كتير حلوة، يعني عندك الداشبورد بتاعها الاعدادات شكلها كويس. محتاجة سكرين تكبر شوية. ده شاشة الموبايل بتاعتها بكبر. بس هي عربية 1.6 نيوتن صح؟ دور 1.6 110 حصان و 152 نيوتن تورك وفي تيست 6 نقلات اوتوماتيك عادي، وهم السيلينج تول بتاعت العربية دي هي الايكويبمنت مع السعر مع الوسع. كحجم اكبر يمكن كمان من السيراتو من الالانترا من الكلام ده، لكن هي كسعر هي مثلا الكيا ريو اغلى منها، فاهم الفكره؟ بس هي كاوبشنز بقى ظريفه، يعني هم كمان في حتت غاليه، يعني التكييف ده مثلا الفا روميو، الشاشه دي اللي اسمه السيستم ده اسمه يو كونكت، ده برضه من الفا روميو. انا شايف ان فيها نافيجيشن، بقى فيها تاير بريشر مونيتور، فيها كروز كنترول، فويس كمان. شايف ان العربيه بتفتح كويس، لازم يبقى كويس العربيه ما نكملش 2000 كيلو كمان هيبقى التكييف وحش. العربية دي فاميلي كار وبتخاطب سيجمنت معين، اللي عايز يركب عربية مشكوري في نفس الوقت بيركب عربية براند فيات بسعر المريض. بالظبط سيلز مان قوي برضه. يعني ده انت بتبيع لي انا 10 سنين برضه. هلا ابو خريطة، عامل ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ تمام. هي دي العروسة؟ ايه رأيك في العروسة؟ I'll tell you what، هقول لك على حاجة. العربية دي سكسي. انا ما شفتها، انا هقول لك على حاجه، انا قصه صغيره خالص. انا مش شفتها في اوتوماك، كان لونها احمر وكانت سكسي ودخلت فيها ولقيتها مانيوال. انا اول مره اشوفها في حياتي، اول مره اسمع عنها في حياتي كان في الاوتوماك. العربيه كانت سكسي كده ودخلت وبتاع ولقيتها مانيوال ترانسميشن، انبسطت جدا، انا جوت فيري اكسايتد. انت كان كل اللي عاجبك ان هي تنزل مانيوال؟ هي كانت سكسي ومانيوال. اوكي. افضل حاجه عملوها ان هي ما نزلوهاش مانيوال، لان هي العربيه مش انتندد اصلا للشباب قوي، او يعني انا شايف انها عربيه عائليه في المقام الاول يعني. What are the specs on this thing? العربية نازلة ب 1600 سي سي، 110 هورس باور، 152 نيوتن تورك. Give it a go, give it a. لا دوس يا وكيل. دايس على لا دوس يا وكيل، ما انت دايس على ده بس كده اللي فيها؟ ده اللي فيها.
ما فيهاش اي حاجه كده. It is ridiculously slow. بص هي بتمشي يعني هي مش عربيه مثلا. مش عربيه بتمشي بس هي بتمشي. هي بتمشي. ماشي سكسي. برضه سكسي. انت بتعمل ايه؟ I have notes. نو اه يا راجل انت جايب معاك نوت؟ انا جايب نوت. انت مش جايب نوت؟ انا جايب نوت. موضوع ان المانيوال شيفتر بتاعها او السلاب شيفتر بتاعها عاملينه صح ان هو الادز كده تحسها تورين كار. بس دي حاجه انت انت بتركز من البرسبكتيف بتاع الشاب. I'm wondering العربيه ديت لو اتعمل منها ابارث او ابارث او ما اعرفش الناس تقولها ازاي لو اتعمل منها ابارث. انا حاسس ان انا عديت عليك بالعربيه غلط بصراحه. الشوارع النهارده فيها حركه غريبه يعني عشان بسبب موضوع بابا الفاتيكان ده فالدنيا كده قلق في لبش يعني وارد جدا في نص الفيديو تلاقوا فجاه يعني انا ايه اتخذت بالكاميرا بالعربيه وعلى الكراكون على طول. لسه جايبه جديده؟ لا ده خدتها من فيات الدوالي اسبوع كده جربها. جميله لا بصراحه الله يرضى عامه. احنا عايزين بقى فيها اوبشنز فيها تاير بريشر. عارف التاير بريشر مونيتور؟ انت لما بتبقى تيجي تدور على العربيه بتبقى ايه اهم حاجه عندك تلاقيها فيها؟ اهم حاجه طبعا مجموعه هتبقى القعده بتاعتها والقعده الصالون بتاعها هيبقى حلو لان انت مستريح لها كده طبعا. دي اهم حاجه. لا هي جميله بصراحه الصالون بتاعها حلو. ادي يا اسطى. هلا والله. شايفين الجو روحانيات. العربيه دي حلوه. محترمه. عربيه اوروبي بس يا ترى بقى قطع الغيار عامله ايه؟ هي دي بقى الفكره ان انا في الفتره دي كل الناس عندهم مشاكل في الاستيراد فما اعرفش قطع غيارها يعني. هي العربيه دي المفروض لو في ظروف ماركت طبيعيه المفروض تكون تبيع يعني. طبعا انا شايف الفيات عماله تكبر بقى لها سنتين ثلاثه وعماله تضخ عربيات محترمه. انت مثلا هتشتري عربيه فرنج اللي هو ما تكسرش 300,000 كاريو كاسراتو الانترا اتش دي سنترا مثلا سنترا امبارح كنت راكنها جنب عربيه سيراتو هي ضخمه قوي عنها شنطه كبيره قوي والعربيه الصالون نفسه من جوه العربيه واسع الصالون محترم والكواليتي كاسيت محترم هو بتاع الرينيجيت بتاع الرينيجيت بس الفتيس حلو الفتيس حلو يعني تسليم النقلات حلوه ايه اللي يفرملك انك تشتريها؟ هيستوري بتاع الفيات في مصر عامه كواكب بس يعني انت عاجباك العربيه؟ العربيه حلوه. بصوا مين جاي بقى حد كلكم بتحبوه بقى الكبير كبير يا هيثم يا سمير ما شاء الله ايه الجمال ده. لا لا بص انا يعني انا قلت ان يعني لازم احوشك لحاجه جامده يا جماعه. في نوعين من السباقات عندنا في مصر في دريفتنج وفي سبيد. ففي ناس شاطره قوي في الدريفتنج وفي ناس شاطره قوي في السبيد. دي حتتهم ودي حتتهم. الراجل ده بيخش يكسب ده ويكسب ده يا عم. لا مش قوي هو. كل هذا اقوله لكم ان هو ما شاء الله هيثم بروفيشنال ريسنج درايفر هنا في مصر ودريفتر جبار في على مستوى الشرق الاوسط مش على مستوى مصر بس. وبصراحه انا محرج منك ان انا يوم ما اجي لك هاجي لك بعربيه يعني 110 احسن. انت بتركب زينا الحاجات دي ولا؟ انا معايا 80 حصان كمان. كذاب قوي والله. سمعت انت العربيه دي قبل كده؟ لا انا لسه اول مره اشوفها معاك بصراحه. انت ليه انت ايه موقفك من الفيات عامه؟ انت انا ما اعتريش غاوي فيات ايه ده بجد؟ هي دي اسمها فيات دي اسمها تيبو. تيبو نزلت من حوالي سنتين بس هي لسه نازله في مصر دلوقتي يعني. 1400 1600 سي سي 110 حصان. التورك بتاعها 152 نيوتن طبعا. طبعا اوعى يغمى عليك. كوفتس اوتوماتيك نازله 6 نقلات ونازله بقى بفئتين. فئه بيز لاين وهاي لاين. البيز لاين ب 260 والهاي لاين ب 290. فيها بقى حاجات مش فاتحه سقف فيهم؟ ما فيهمش فاتحه سقف بس فيهم بقى ايه كروز كنترول بلوتوث شاشه تاتش جي بي اس تاير بريشر مونيتور اي اس بي 6 اير باك. فهي كسعر بالنسبه للعربيات بالنسبه دلوقتي اللي احنا فيه بتاعها لا حلو. انا عاجبني قوي الكرسي ده بجد؟ والله مريحه قوي يعني. بص شبه الريكارو شويه كده. انا عايز اقول لك على حاجه هو مش شبه الريكارو بس انت من كتر ما انت على الكراسي الريكارو علمت في ظهرك فانت اي كرسي بتقعد عليه خلاص هو خد الشيب. بما انك انت راجل فاهم في تصطيبه العفشه. لا حلو. وبعدين حسيتها عربيه عاليه. هي عاليه دي احلى حاجه فيها. طيب لو هنسام اب على الفيات التيبو هقول لكم الاول الحاجات اللي ما حبيتهاش. العربيه من بره هي ما تحسهاش فيها الجمال الايطالي الرهيب. من جوه العربيه تحسها حلوه جدا لو كانت في حقبه زمنيه ثانيه غير اللي احنا فيها اللي هو مثلا 2005 2006. كواليتي الماتيريال من جوه والتقفيل مقبول جدا لدرجه كبيره ولكن برده هو مش احلى حاجه في الدنيا بس ده طبعا شيء متوقع
من السعر اللي بيتقدم بيه العربية. العربية كعفشة وكعزل وككده عربية برضو مش احلى حاجة في الكاتيجوري بتاعها، بس في نفس الوقت مش وحشة خالص. العزم بتاع العربية بيجي في الار بي ام العالي، فده مضطر ان انت دايما ضغط على الموتور عشان العربية تتحرك. يعني بصراحة معظم عيوب العربية مش عيوب فظيعة، لان قصادها بقى الميزات اللي انت واخدها من التيبو كبيرة جدا. العربية عملية بشكل فظيع، كحجم كبيرة جدا، تتسع يعني خمس افراد مرتاحين، وبالذات كمان ان القعده ورا واسعه، والعربيه نازله باوبشنز كتيره جدا بالنسبه لسعرها. 290 الف جنيه سعر معقول جدا بالنسبه للباكج انت واخدها. وهو ده اللي فيات كانوا مركزين فيه اساسا، ان هم عايزين يقدموا عربيه قيمه مقابل سعر محترمه جدا. عربيه فيها كل حاجه انت محتاجها، فيها كروز كنترول، فويس كوماند، فيها نافيجيشن، اوكسيليري ويو اس بي، تاير بريشر سنسور، اي اس بي، فيها 6 اير باج، سيفتي وايز هايله، نازله بجنود 17. ينقصها بس في الاوبشنز هو بس فتحه السقف والزانون مثلا، ودي مش حاجه يعني كبيره قوي، يعني ممكن الناس تتغاضى عليها في الفئه السعريه دي. هي بس مشكلتي الوحيده مع التيبو ان هي مش العربيه اللي ترتبط بيها عاطفيا، يعني الريحه الايطاليه بتاعتها دي مش موجوده، او السنس الايطالي ده مش موجود. اتمنى ان انتوا تكونوا انبسطتوا في الفلوج النهارده. هو فلوج كان سريع، كان نفسي ابقى معايا ناس كتير اكتر. بعد كده غالبا انا هقول لكم تيجوا تستنوا في حته واقابلكم بقى فيها كلكم، اخدكم واحد واحد بالدور. يا ريت يا جماعه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا كومنت ولايك وشير والحاجات اللي هي البلدي دي، علشان هو ده اللي هيخلي الفيديو يتشاف. اتمنى ان انتوا تكونوا انبسطتوا، واشوفكم في فلوج جاي من الفلوج بتاع العربيه تيبو.